من ده اللي كاره دنيتك وبيشتهي موتك. انا ايه ده دولا؟ انا اسف يا دولا، والله انت مش قلت انك مش راجع؟ دولا انا اسف. انت بتلعب بالشغل ولا ايه؟ انا اسف يا دولا. يا انت خايف مني ولا ايه؟ انا هضربك. معقوله يا رمزي؟ ده انت ابن عمي. يلا معقوله؟ عارف انت لو عندك الموهبه في البتاع اللي انت بتعزف عليها واكيد مش عارف اسمها، ده انا ساعدك. يلا ربنا يخليك يا رب يا دولا يا رب. طب ايه رايك بقى؟ انت عشان ابن عم وانا بحبك محضر لك مفاجاه غريبه. لا بجد يا دولا. امال ايه؟ ايه يا سيدي اللي نفسك فيه ولانك انت حقير وما تسواش نكله عمرك ما كنت هتقدر توصل له؟ ياه يا دولا، جيت لي على الجرح انت يا دولا. ها ايه؟ نفسي اخد لفه بالعجله النصر بتاعت عم عبده اللبان، بس هو مش موافق. العجله النصر بتاعت عم عبده اللبان؟ ده انت لفيت بيا. يلا يخرب بيتك. لا يا رمزي لا، يعني انا عايزك تعلي مستوى طموحك، خلي طموحك اعلى من كده بكتير. نفسك في ايه؟ يلا. لا ما مش معقوله بقى. لا معقول يعني؟ اقول لك يا تقول يا. ايوه دول، بس دي صعبه مستحيل يا عم. دي اخلص. نفسي اخد لفتين بالعجله النصر بتاعت عم عبد الرحمن. ضايقني ضايقني اكتر، ضايقني عشان ياد مش قصدي كده. يلا لا يلا لا لا يلا عبيط، العجله دي حاجه بسيطه، ده انا ممكن اشتري لك عجله. يلا لا يا دولت، بس عجله عم عبده دي يعني ايه؟ ده مركب لها الجرس بتاعها فيه نغمات وعامل منجد الكرسي وكاسيت بانكولايزر. سيبك من العجله ومن عم عبده اللبان خالص. تعالى يا رمز تعالى. انا قعدتك بس عشان المفاجاه ما تدوخكش يعني. هتضل لك مفاجاه فظيعه. يلا ربنا يخليك. مين يا سيدي اللي بتشوفها عندي في البيت وتبقى عينيك هتطلع عليها ونفسك انك انت تتجوزها وما انتش طايل خالص؟ مريم فارس. مريم فارس بتشوفها عندي في البيت يعني؟ ايوه دولا، في التلفزيون بتاعك اللي في البيت دولا، ما بتجيش في تلفزيون القهوه خالص. ياد مريم فارس سهل جدا، انت تروح تتقدم لها وتقول لابوها يا عم فارس لو سمحت انا طالب مريم بنتك عادي. لا واحده ما كنتش فكر توصل لها عندي في البيت، من يعني مش امي ومش مراتي ومش بنتي ومش حماتي ومش اخت مراتي، يبقى مين؟ بص بقى دولا ما تلخبطنيش بقى، هي ما فيش الا واحده بس، هي سناء دولا. انا بحبها قوي دولا، وتقدمت لها قبل كده 15 مره يا عم، وانت رفضتني يا دولا. يعني انت رفضتني وسناء رفضتني والحاجه رفضت، ده حتى بنتك ياسمين رفضتني يا عم. ايوه يا رمزي، يعني ما انت صراحه يعني ما فاكش حاجه ما تترفضش، كل اللي فيك بيترفض. بس بص بقى يا رمزي، اسمع نصيحتي، انت لازم تغير نفسك يا رمزي. ايه ابقى فتحي؟ اهي غباوتك دي يا فتحي اول حاجه لازم تغيرها. تاني حاجه بقى يا رمزي، ها لازم يبقى عندك حاجه بتشد البنات ليك. ايوه دي انا عرفتها دولا، دي انا عرفتها، مغمطيس. ما تفكرش خالص يا رمزي، ما تفكرش، سيبنا انا اتكلم وانت اتعلم مني ونفذ على طول. حاجه تشد البنات ليك يعني لازم يبقى لك موقف بطولي. بطولك انت يا دولا؟ يعني ما ينفعش مثلا يبقى بطولة انا؟ انت فكرت ليه؟ انا اسف يا دولا. مش انا قلت لك ما تفكرش؟ انا اسف. قلت لك ما تفكرش ولا لا؟ قلت يا دولا. لا موقف بطولي يعني تبقى بطل. يلا يعني يبقى لك بطولات، يعني مثلا تنتصر على حد، تغلب حد، تهزم حد، تسبق حد، كده تبقى بطل. ايوه ايوه يا دولا انا عارف دي، انا دولا عارف. دولا انت سمعت ان النهارده في سلعوه ظهرت عندنا في الشارع اللي هو في البازار ده؟ سمعت؟ سمعت الحكايه دي. اسكت يا دولا بقى، السلعوه دي قعدت تجري ورا العيال كلها والعيال مرعوبين منها وهي تجري وراهم وهم يجروا. حلو، انت بقى عملت ايه؟ سبقت العيال كلها يا دولا. بطوله قد كده؟ مش بطوله، ده البطوله كده للسلعوه هي اللي جريت وراكو. لكن لو انت بقى اللي جريت ورا السلعوه ورحت ضاربها وموتتها وخلصت الشارع كله من شرها، ساعتها تبقى انت بطل. يلا ماشي يا دولا. يعني انا افهم من كده هون يا دولا ان انا لو رحت موتت السلعوه دلوقتي اهو سناء هترضى تتجوزني؟ طبعا يا ابني، هتبقى بطل، يبقى فيك حاجه عوضت هبلك يا ابني. بس في ايدي بقى دي يا دولا، انا خارج دلوقتي ومش راجع الا لما موت السلعوه دي، يا انا يا هي. يا رب هي، يا رب نخلص منها. الو يا سناء. ايوه جزمه ايه؟ رمزي. لا رمزي طبعا ما هيجيلك يا ماما، انت يعني قلقانه من ايه؟ ما تقلقيش، هي بس المشكله ان انا ايه مش عايزه يتجوزك بسهوله، يعني عايز يبقى له مثلا موقف او اي حاجه نقول ان احنا قبلناها عشانها، يعني عشان كده عامل له اختبار، اول ما ينجح فيه هجيبه واجيلك على طول. طب يا سناء، اظهر نتيجه الاختبار. ظهرت. سلام سلام.
ايوه يا بطل، الله اكبر. لو سالتك انت مصري تقول لي ايه؟ ايه عملت ايه؟ موتت السلحوه يا بطل؟ لا يا دولا. امال ايه الدم ده يا ابني؟ دولا انت شايف الحته اللي قدام باب البازار اللي هناك دي؟ اه شايف. انا ما شفتهاش. حيوان. نعم دولا. انت ايه اللي جايبه ده؟ يلا ايه اللي جايبه ده؟ جايب لي علبه كبريت يا؟ لا يا دولا، دي هديه الجواز يا عم. يلا بقى يا بنت نقنق بقى، علشان احنا انا جايب لك حته دين كاميرا 6x7 كده، وهنتصور صورتين عند الترابيزه الخشب دي يعني، وصورتين بقى عند النافوره اللي هي قدام جامعه القاهره. احنا مش اقل من حد يا بنت، احنا انت متجوزه رمزي. رمزي بنتي رودو دي بتلعب معاك؟ وانت ناوي تتجوزني بالكاميرا ومهر شويه الصور اللي هتصورها لي دي؟ لا يا انت فكرك راح لبعيد خالص. لا يا حبيبتي بصي، انا كنت جايب لك هديه يعني مكان الشبكه عشان انا اشفر، انت عارف. خدي ده حجاب كانت امي عاملاه لي عشان ما تحسدش، وفعلا حماني من حاجات كتير قوي قوي على فكره. خدي اهو، خدي بقى علشان ايامنا اللي ماضيه ان شاء الله. ده حجاب ولا درع يا رمزي؟ خد حجابك وزق عجلك. يلا مفيش جواز يا رمزي. يلا. لا لا يا قصدها مفيش جواز الا مني. سن ولا يا سناء بالراحه على الواد، بالراحه على الواد، عشان ده ممكن يروح يدمر لي التماثيل اللي موجوده في البازار كلها. سيبيني انا اتصرف معاه. قولي له اي حاجه. عايز ايه؟ ايه يا دولا انتوا اللي عايزين ايه؟ انتوا عايزين تتجوزوني؟ ماشي انا موافق. مش عايزين تتجوزوني؟ انا برضو موافق، بس بسرعه علشان انا حاجز ترابيزه البنج انا والعيال دي دلوقتي اهو. بسرعه قرروا. حيزفني على ترابيزه البنج يا عادل. والله ابن حلال كان عايز يبنجك عشان يعني ما تحسيش باي الم، وبعدين بيقول لك عايزين تتجوزوني. احنا الاثنين ايه؟ بصي هتصرف انا معاك. بس يا سناء ده التعامل معاه بيبقى بهدوء. رمزي اطلع بره. يعني مفيش جواز؟ آه طيب يا دول ما تقول كده. يلا يا جماعة يلا نمشي. بسم الله الرحمن الرحيم، وهنخرج الليلة. وادي رمزي خطابنا يا حليلة. ويلا يلا ايه عشيك يلا. مبروك يا سناء. معلمتيتي بدوي. نعم يا استاذ دولا. هات لنا تلاتات شاي. عناية دولا والنبي، انا عايز شاي بلبن بس هو غالي شويه. معلش يا ده رمز عيب يا ده. احنا عاملين النهارده بقى حلو الحمد لله. طول عمرك نازي يا معلم عادل، تعيش وتصرف. تعيش وتشرب. السلام عليكم. اهلا اهلا، ازيك يا معلم خروف؟ ايه يا راجل، ما شوفلكش من العيد الكبير اللي فات. تلاقيه كان هربان يا دولا. هنا بقى نستنكحك. تشرب يا خروف. حواوشي، انت ما كلتش في بيتكم ولا ايه يا خروف؟ بيت ايه؟ هو فين البيت ده؟ قال عد غنايمك يا خروف، قال واحده قايمه وواحده نايمه. على اساس خروف غنايمه اللي هم بقى، انت عندك بنتين ولا ايه؟ مصاريفهم قطمه وسطي. شوف الراجل. بقول لك ايه يا معلم عادل؟ عايزك في كلمتين هنا في الركن كده معاك. لا عناية قوي يا خروف، قوي. معلش بس مش. لا قوي قوي، يا سلام. عناية دي. ربنا يخليك. ماشي. طب بقول لك يا خروف، انا كنت عايزك بقى في حاجه مهمه. بعدين. غلبان قوي خروف ده يا اخي. غلبان؟ ده انت اللي غلبان. اللي زي خروف ده يوزننا كلنا فلوس. ها؟ امال بيتسنجح ليه يعني؟ اللي زي دول يا معلمي هم اللي بيعملوهم، مش عبط زينا مضيعين قرشهم على السهره والفسحه الحلوه والاكله الحلوه. ده لسه طالع بعمرتين، الواحده منهم تسوى 1.5 مليون. ايه؟ 1.5 مليون؟ جابوهم منين؟ مني ومنك ومن ده ومن ده. ده القرش بيدخل عنده يقفش فيه ما يطلعش بالسائل، كانما عيل من عياله. يعني الواحد لو كان حوش من الاول قرش على قرش وجمعيه على جمعيه كان وضعه اختلف دلوقتي. اللي زينا اذ ربما يعيشوا عيش المنرات، لكن بيموتوا فقرا بحصرتهم. ولا غلط؟ عيش المنرات ايه يا عم؟ انت فاكر نفسك مدحت صالح؟ ايوه جاي الحساب يا رجاله.
بدوي. بالنسبة للحساب بص، ده الحساب بتاع الكوباية بتاعتي. من غدر الصحاب. هم الصحاب دول اللي جابوني ورا. أنا من النهاردة مفيش صحاب، مفيش عزايم، مفيش واحد أقطع له مثلا إيه في ميكروباص ولا في أتوبيس ولا حاجة، وحتى الشاي أنا بعد كده هدفع لنفسي الشاي وكل واحد يحاسب لنفسه. الحمد لله يا دولا، أنا طالب شاي بلبن. ادفعه أنت بقى يا معلم، لأن أنت بتقبض دلوقتي. أدفع لك ليه؟ أدفع لك ليه؟ أنا من النهاردة خلاص مش هدفع لحد. وكده يبقى بريزة على بريزة، تبقى الحياة لذيذ. سلام عليكم، ازيك يا دولا؟ ياض اللفة اللي معاك دي ياض. دول يا دولا سندوتشين طعمية بتقود بيهم. سندوتشين؟ تتجننت ياض يا رمزي جايب سندوتشين؟ انت يا ابني مش عدد واحد رمزي؟ صح. طيب يبقى تجيب عدد واحد سندوتش. ايوه يا دولا، بس انا بحب الطعمية قوي يا عم بقى. مادام بتحب الطعمية ما تجيبش منها يالا، لانك لو جبت منها وتاكل منها هتحوز تاكل منها تاني، هات حاجة ما بتحبهاش. ايوه يا دولا، بس انا كده هو لو جبت حاجة انا ما بحبهاش اقوم جايبها ورميها تاني يا دولا. حلو، اما ترميها بقى اولاني، تاني مرة مش هتجيبها خالص، يبقى وفرنا تمن الاكل. مش كل شوية تيجي تقولي عايز فلوس عشان الاكل، عايز فلوس عشان الاكل. لا يا عم بقى، ده انا كده هو اموت من الجوع يا دولا كده هو. يا سلام لو مت بقى كمان يا رمزي، توفر خالص بقى، مش اكل بس، اكل وشرب ولبس. وفر يا رمزي، وفر وفر يا ابني وفر. يا رب الهي ينور بيتك بحريقه يلي ما بتعطف على الغلبان المسكين. كرامه لله كريم يا رب الهي، تقف في طابور العيش يوم بحاله، ما تاخد رغيف واحد وتيجي تشيلك الاسعاف ياللي ما تعطف على الغلبان المسكين. كرامه لله كريم يا رب الهي، ابنك يتكهرب في بوكس كهربا طلع السلوك منه قد كده هوت ياللي ما تعطف على الغلبان المسكين. كرامه لله كريم يا رب. منور منور يا عم زباله. ازيك يا عم زباله؟ اتفضل يا عم زباله. شكرا يا حبيبي، ربنا يخليك وينور لك اللي بالك يا رب، ولاقي البازار ده بتاعك في يوم من الايام. يا ايه هتدعي وتقول يا رب عايز البازار يبقى بتاعك، يعني من مجرد دعوه من شحات؟ يا وادي رمزي، مش تقول لي ان الاستاذ عادل هنا؟ يا استاذ عادل ربنا يبارك لك ان شاء الله باذن الله، ويبقى عندك 11 بازار. قادر يا كريم، بس باخد بالك بقى يا حلو من الضرايب. يا رب يا رب يا دولا، ده راجل غلبان يا دولا. اديله حاجه يا دولا. اديله حاجه ايه؟ اديله حاجه ايه؟ لا مش هديله حاجه، ما فيش حاجه. شكرا يا عم زباله، شكرا، ربنا يكرمك. يلا اتكل على الله. يا ابني حرام عليك، ده انا عندي عمليه بكره الصبح، حتى جواب المستشفى اهو اهو اهو. ده ايه المستشفى الزباله اللي بتدي جوابات كده؟ دي عمليه ايه دي يا عم زباله؟ قص ضوافر بادي كير يعني. قص ضوافر دي مش محتاجه عمليه، دي محتاجه قصافه. دولا طب ما نديله المقص بتاعنا اللي هنا اهو. مقص ايه؟ مقص ب2 جنيه؟ هي اي مصاريف وخلاص ولا ايه؟ يلا يا عم زباله، يلا اتكل على الله، اتكل على الله. يعني ايه يا استاذ عادل؟ لا مؤاخذه، انت هتظبطني ولا هتفوترني؟ بص انت هتعمل لي فيها بتاع ضرايب، هات الجنيه للواد اداهولك واتكل على الله. يلا اتكل على الله. بموت بموت يا ناس. موت موت موت، ما تقلقش، موت براحتك، وهنبقى ندفنك في اي باسكت بره. يلا دولا. ايه صوت القلب ده يا دولا؟ معلش يا عم، معلش يا عم، معلش. ايه ده؟ ثانيه واحده. دي ماما. مامي حبيبتي، انا جبت لك اللابتوب وجايبه لك على النادي حالي. ادي يا سيدي الشحات اللي صعبان عليه، معاه موبايل. يا خبر ابيض. طب وانا بقى دولا مش هتجيب لي موبايل؟ نجيب لك موبايل؟ طبعا، اول ما تموت يا رمزي. إله يا رمزي، وانت بتغسل وشك بميه ساقعه تطلع سخنه وتغسل غسل يا رب. السلام عليكم، سلسلة محلات حلقات شادر الزفارة ترحب بكم، وده الاوردر. اوردر ايه ده؟ تعالى يا راجل. 3 بياض، 2 موسى، 4 جمبري، تعبان محار، 20 طحينة، وكل ده ب 500 جنيه بس. مين حيوان اللي طلب الطلبات دي؟ أنا اللي طلبت سمك. أنا حيوان؟ طب يعني وبالبين؟ أنا الشتم؟ رواش الشتم وبالبين، بالبين، بنعاد صغير. يا نهار أسود، يا نهار. طب ده أنا ورا ورا ورا، وأنا كنت في المغرب. وبعدين كان في واحد ساحر مغربي
راح هو شتمني، رحت انا بقى ايه، رحت خلقت الافعى اللي كانت معاه، ورحت خالق سلخ جلدك ده، ورحت عملته حزام، حتى الحزام في البنطلون الاسود. ولا يهمك يا بابي، اطلب يا رب ان شاء الله البحر الاحمر كله. بحر احمر ايه؟ هيعمل ايه بالفلسور ده كله؟ هتنور الاسترات. اخرس يا كلب يا حيوان، ده الحق عليا ان انا كنت عايز ابر عليكم، ده انا سامع عصافير بطنكم عماله بتزعزع زيو 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 زيو، فكنت عايز ابر عليكم عشان كده يعني رحت انا اراي المثل فاطعم الفم يلا. ما تقول لي يا جدو، هجيب لك راديو علهولك على الاخر يخليك ما تسمعش صوت زقزقه عصافير بطننا دي، لكن تكلفني التكلفه دي كلها. بنت يا سناء يا مقصفه الرقبه. ايوه يا جدو. عايزك بقى تاخدي ايه، وحدتين سمك بولت كده هو تقلوهم، وبعدين تحط معاهم شويه سلطه، وتحط معاهم كمان شويه لبون عصفر اللي هو المعصفر دون، وبعدين تروحي معاهم عيش، معاهم عيش وتطلعوهم لام ميرفت، تطلعوهم لام ميرفت. وانت يا حيوان ايه، انزل اجيب لك الساعه؟ لا ما تجيبش ساعه، عشان الساعه ده بيعمل انتفاخ، بينفخ بيعمل كرش وبيعمل بطن، وانا عايز ام ميرفت زي ما هي كده هو مفشوله ويعني يلا. حرام عليك، فلوسي شاع هضرب يعني هضرب. ايه بقى يا جدو يا حبيبي، ده هو يقصد هيضرب الجرس. تضرب مين يا حيوان؟ تضرب مين؟ درات انا بكرة اجيب الشوكه بتاع السمك الموسى واغزك انا، غزك يا نهار اسود. انت فاكرني لسه قد تربيزي انا؟ طب ده انا وانا في المغرب كانت لما عليا بتاع 14 ساحر، وكان معاهم المقشات بتاعتهم اللي هم بتوع الصحراء دول، رحت انا خدت بينهم بقى المقشات، ورحت انا ايه نزلت بقى ورحت اديتهم اللي بتوع حي الجيزه، راحوا نظفوا الشارع بتاع يلا. يا سلام، نظيف قوي يا جدو، مقشات. فكرتني بنت يا سناء. ايوه يا جدو. روح يا بنت اشتري لي شامبو العبوه العائليه اللي هو بتاع ضد القشر، عشان ما عنديش قشر. ضد القشر يا عم اليوسف اندياي، ما بالمره بقى يجيبوا لك كريم ضد البذره. بتتمسخر على شعر جدك يا نهار اسود. طب ده وانا في المغرب، وانا في المغرب كان في ثلاثه كانوا عمالين بيخدموا عليا، واحد كان عشان السكسوكه، واحد كان عشان الجنب ده، واحد كان شيلوه من يلا. قدامي هضربه يعني هضربه. ولا انت لازم تضرب زي زمان يلا، هضربك بالحزام بقى. بص انا بكرة اضربك بالحزام اللي هو بتاع جلد التعبان ده، وانا جايبه اساسا عشان اضرب العيال الصيع. حزام الحمد لله الحمد لله، واكلت السمكه حتى رجليها. وبقولك ايه، هي ابو بيرفا اكلت كله يا جد حتى الشوك؟ طب كويس كويس كويس. طب بصي بقى وخدي دول النايب بتوع الدكتور وادهم له، واوعي ابوكي الواد عادل الهفق ياكل اي سمك عشان هو عيان، فممكن يعني وخدي بقى بقيت السمك اديني القطتين اللي بره، القطه بوسي والقطه ابو سميره. هي فعلا اسمها ابو سميره يا جدو؟ القطه عشان خلفت سميره الاسبوع اللي فات، وانا ثبتها سميره عشان البنت اللي انا كنت بحبها ليها رابع حب لا خامس حب، يعني واحده حبيتها يعني اسمها سميره، كنت بحبها قوي عشان كده ثبت القطه عليها. واتجوزتها بقى يا جدو؟ سميره؟ لا خليت بيها بقى عشان كنت انا وعدها، بس انا يعني ايه ضحكت على البوم عمرو دياب الجديد يحقق اعلى مبيعات بعد ظهوره بالنيو لوك. اي كلام بيكتبوه خلاص، ايه علاقه النيو لوك بالمبيعات يعني؟ اه صح. دولا هو يعني ايه اللي هو النيو لوك ده؟ نيو لوك اسمه نيو لوك. نيو ايه ياد؟ انت مش طالع من اعدادي ياد وكنت عارف انجليزي ياد؟ ما ايوه دولا، ما انا طالع من اعدادي بسبب الانجليزي ده. ليه يا ابني؟ ده الانجليزي ده سهل جدا، فيري ايزي. لا يا دولا، اصل انا الماده الوحيده اللي ما كنتش بفهمها هي الانجليزي دي. ده على اساس ان انت كنت فاهم المواد التانية. عموما نيو لوك مفسره نفسها، نيو يعني ايه؟ نيو يعني شباك. شباك؟ اي هسه جاي فيها؟ نيو يلا، نيو يعني مثلا جديد. هو نيو يعني جديد، يعني لما بلاقي واحد راجل مثلا لابس حاجه جديده بقول ايه الراجل ده لابس جديد في جديد، يعني لابس نيو في نيو. اه يا دولا صح. ترين وانا بروح اشتري لمبه جديده من عند الكهربائي بقول له لو سمحت عايز لمبه نيو. نيو؟ اه لمبه نيون يعني جديده قوي، يلا لانج يعني. امال الشباك يعني ايه دول؟ انا نسيت. اللي هو الشباك اللي هو دور اللي هو مثلا ما اقول لك اوبن ذا دور، يعني اقفل الشباك كده يعني. اه يا دولا عليك يا سلام يا والله يا دولا، ده انا من غيرك ما سواش حاجه. وبيا ما تسواش حاجه برضو يا رمزي يعني. طب يا دولا بقى اللي هو اللوك يعني ايه؟ اللوك اللي هو اما باجي اقول لك مثلا بص على حاجه بقول لك لوك 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 لوك.
لوك 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 اللي هو الكلام الكتير وصداع لوك. كلامي يا غبي اللي هو توك 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 اللي هو الكتير بقى توك 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 اللي هو بيمشي في الشارع ده بيكلم. اللي بيمشي في الشارع بيتكلم؟ لا يا دولة. طب امال ايه؟ اي كلام جاي فيه وخلاص؟ ولا انا مش عايز اي توك توك معايا، اطلع على المخزن عايزك تلوك لوك عليه وعايزك تنضفه وتخليه نيو نيون بيلمع. يلا دولة ما انا لسه يلا جو جو ما دولة نو لسه ما... نو طب انا عايز ال طب انا هنا ام يا دولة طب ان حته مر استاذ عادل تحت امرك. يا حته انا طالب شاي قبل الراجل ده، انت دي تاني كوبايه بتنزلها له وبعدين يعني. وانا كمان يا دوله ما حدش نزل لي حاجه. انت طلبت حاجه؟ لا. استاذ عادل بعد اذنك بقى يعني سيبنا نشوف السبوبه. يا سلام، هو يعني الراجل ده بيدفع فلوس وانا بدفع طوب يعني ولا ايه؟ لا بتدفع بس لما مؤاخذه يعني كل برغوت وعلى قد دمه. الله 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 الله، بقينا برغيك كمان. يا نهار اسود، فين ايام ما كنت بس ايه تتمنى الرضا نرضى. يا دوله دي قله الاصل على السيف وعلى السكينه بطيخ، ويا ما دقت على الراس كفوف، ويا ما دقت على الافوف كفوف. الله الله الله، انتوا هتلونوا عليا انتوا الاثنين بقى ولا ايه؟ وهنلون عليك ليه وانت سبوره؟ دوله اروح اجيب البشاوره يا دوله. اجيب البشاوره عشان نمسح له بقى بيها ملامح وشه. بس كده يا دوله السبوره هتتمسح ومش هنعرف ندفع. بص بص بقى رمزي، انا يعني ساكت عشان استاذ عادل قاعد بس، انما لو كنت لوحدك كنت وريتك. ايه هتعمل له ايه؟ حته ما تخلينيش اغضب عليك، اقوم اقطعك لمية حتة. يا دولة والنبي، ونحط بقى كل حتة في حتة. بس بقى اسيب لي حتة. كده كده ماشي. طب انتوا بقى الاثنين زباين كحيتي، واخركم اتنين شاي وما تدفعوش اصلا غير الحساب وما بتدفعوش بقشيش. يا سلام، اخرنا اتنين شاي ليه؟ احنا امبارح طالبين تلاتة شاي. تلاتة شاي بعد ما كسرتوا التانية، وانا اللي دفعت ثمن الكوبايه اللي اتكسر. يا حتة يا حتة لحظة. ايوه يا باشا، الراجل اللي بيننا بقى ده استاذ عادل بيدفع بقشيش 5 جنيه. ايه يا حته؟ 5 جنيه ليه؟ يعني بيشتغل ايه يعني الراجل ده؟ عنده محل زيك، ولا مؤاخذه يعني كان فقران زيك، بس ربنا بقى كرمه وبقى عنده 5 محلات وكل ده في سنه واحده. اكيد يعني شغال في الممنوع ولا حاجه. لا بصراحه الراجل ماشي في السليم قوي. في السليم وعمل الفلوس دي في سنه ازاي يعني؟ يعني ظبط نفسه بقى كده وراح مطور شغله وراح جايب واحده. هو انت سعيد بوحدتك دي يا رمزي؟ بص يا دوله، هو انا من زمان يعني وانا ملطوي. ملطوي يعني من مالطا يعني مش من مصر يعني؟ لا انا اقصد يعني ان انا يعني شخصيتي كده هو منكمشه على ذات نفسيتها. لا ما هي منكمشه اكيد عشان مثلا غسلت شخصيتك في ماء ساقع. يا دوله انا بنسجم مع الحيوانات كده وما بحبش البني ادمين على فكره. انا كان نفسي اطلع انفد. انفد وايه؟ مجموعك ما جابش انك تطلع انفد وطلعت تجحش ولا ايه؟ لا يا دوله، يعني انا كان نفسي اطلع انفد علشان يعني انفد كده هون في نفسي وانفد في الدنيا واسلك بقى. عارف انا نفسي انك انت تنفد من البازار ده واسلك انا بقى. يا دوله خلاص بقى، لا تبكي على الكوكتيل المسكوب يا دوله، انا خلاص طلعت بني ادم واللي حصل حصل. يا ابني انت فاهم انك بني ادم، انت مش بني ادم، انت مخلوق عجيب. يلا ولا عمرك يلا فكرت مثلا ترتبط بواحده ست؟ ياه اخلص. ايه ياه؟ نص ساعة ياه. يا بص يا دولة بقى، ما تفتقش في الفتوقات يا عم اللي خيطها الزمن. فتوقات؟ انت ايه كنت بتحب جيبة مقطعة يالا ولا ايه؟ صباح الخير. صباح النور. صباح النور، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. حضرتك اي خدمه يعني؟ حضرتك داخله البازار فعلا قصدى البازار ولا للاسف مثلا دخلتي غلط؟ هو في ايه؟ مين المسؤول هنا على البازار ده؟ مع حضرتك عادل سعيد رئيس مجلس اداره البازار والمسؤول الاول، زائد ان انا المحاسب القانوني للبازار. اوكي اوكي. دول اكلم رانيا مراتك. كلم ام ياسمين بقى بسرعه. غبي يا غبي، بتطلع اسرار بيتي هنا في الشغل يا غبي. ايه يا رانيا؟ لو سمحت يا ابو حملات. انت ايه اللي لو سمحت يا ابو حملات؟ بتفتكر الحملات حضرتك؟ بصي انا ليا اسمي اللي تندهيلي بيه. وانا هعرفه منين اسمك ده؟ ما بتسالي دولة؟ مين دولة؟ دولة ابن عمي. دولة ده احنا ده كل القهوه اللي بنقعد عليها عارفينه، وكل الناس اللي قاعدين في الشقه بتاعته عارفينه، وكل انت خلاص ابيض خالص كده ابيض. يا ابني انت مالك؟ انا لسه جايه من الشارع دلوقتي. استغفر الله العظيم يا ربي، جايه بقى من الشارع عشان يلمك بازار ولا ايه؟ انت اهبل ولا مجنون ولا غبي ولا في ايه؟ بص بقول لك ايه بقى، ما تقعديش بقى تحيريني بقى كده هون، علشان انا مش فاضي. انا مش فاضي، عندي شغل، عندي اله الطفوله ميتو راعة عايزه اروح ارضع. لا لا لا، انت رائع، انت ما حصلتش، انت تحفه. انا عارف ده كله عارف، بس ارجوك يعني ما تستدرجنيش بمسلوق الكلام علشان اعمل لك تخفيضات.
خالص، مفيش حضرتك شلم ولا ملين هرضى انزله، مفيش شلن وملين. لا انت مستقل بنفسك جدا. بص يا استاذ، انت بنظري ما تسويش اقل من ربع جنيه. طب لو سمحتي ابعدي بس ايدك شويه. ماشي رنا، ماشي ماشي خلاص ماشي. سلام 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 سلام. يخرب بيتك، انا اسف جدا الواد الغبي ده يكون ضايقك ولا حاجه يعني. والله بصراحة يا أستاذ أنا ما يضايقنيش غير المتطفلين. وكمان تطفلت على الهانم يا غبي، ولا روح اجري نظف تمثال إله القذارة اجري. حاضر. لا 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 لا، لو مشي أنا مش هشتري ولا حاجة من البازار ده. أصل أنا معجبة جدا بشخصية الأستاذ. لو سمحت ممكن اسم حضرتك؟ حضرتك أنا اسمي رمزي الشهير بأبو الرماميز ابن عم دولة. حضرتك أنا بقى دولة، يعتبر من أكبر شعراء البازارات اللي في مصر كلها، بالإضافة أن أنا بحل كلمات متقاطعة بتفرج على أوبرا. أستاذ رمزي نعم. أرجوك ذكرت بتاعي، ممكن تليفونك؟ والله بيشحن يعني. بصي حضرتك غبي، افتكر عايزة التليفون نفسه غبي غبي يعني. أنا بموت في الشخصية دي. تموتي في إيه حضرتك؟ بقولك غبي غبي يعني. بالعكس يا أستاذ، ده مش غباء، ده غموض. غموض إيه ده غباء حضرتك؟ حضرتك ولو بتدوري على الغباء أنا أغبى منه. عايز كارت بقى. رمزي أرجوك. نعم. كارتي معك، أنا مستعجلة دلوقتي لازم أروح. أنت لازم تتصل بي عشان نتكلم. معك مروة طبجي مخرجة إعلانات. باي باي. باي باي. الكارت في عيني ما تقلقيش. بتعمل ايه بالكارت ده؟ ايه دول؟ هقعد بقى رنلها رنلها دول. ترنلها ايه يلا؟ وبعدين دي مخرجة اعلانات، اكيد يلا هياخدوك يحطوك على علب السمنة يلا. انت بقى حضرتك يعني ما تزعليش مني في الكلام اللي انا هقوله يعني. ها؟ لون عين حضرتك يعني كده مش عاجباك. هي لونها اخضر كده، هو ده مرض؟ مرض ايه يا رمز؟ الحاجات دي حلوه عند الستات ان عينيها تكون خضره، والرجاله بالاخص بيحبوا الموضوع ده. انا ما حدش قال لي من الرجال ازاي ياخدوا قرار ومن غير ما يرجعوا لرمزي. لا لا لا، دي مزهله. لا والله انت اللي مزهله. حضرتك تحب لون عينيها تكون ايه؟ انا بحبها لونها تنفسجي. تنفسجي؟ والله للاسف يا استاذ رمزي انا ما عنديش اللون ده. انا عندي في البيت لون كركري، ينفع؟ والله لما تكركري بقى تلبسيها قولي لي. يخرب بيت دماغك يا رمزي. بص يا رمزي، انا مخرجه، انا مش ضد عمل المراه كممرضه خالص. ممرضه مين يا ابني؟ انت اللي مريض. افهم يا رمزي افهم، انا معجبه بيك. الا الا. طب ما تقولي كده من الاخر يعني. لا ما اقصدش كده، انا معجبه بيك كمخرجه، معجبه بتكوينك ونفسي استغله. لا 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 حضرتك، لا انا ما اسمحش، انا رمزي ما يسمحش حد يستغله كم. ايه ده اللي انت عامله ده يالا؟ اللي انت عامله ده يخرب بيتك، عامل لي اسطول فرعوني يالا بالورق. مسطول فرعوني؟ ايه دولا؟ واحنا اي حاجه كده وننسبها للفراعنه، حتى المخدرات يا دولا. بص بقى السفينه دي، سفينتي يالا. يخرب بيتك يخرب بيتك، اعمل لك ايه اعمل لك ايه؟ ايه ده ايه ده؟ انت بتضربه وبتشتمه يا اخي؟ ايه انت ما عندكش قلب؟ معلش معلش يا رموستي، معلش. رموستك؟ وكمان موستي. موستك؟ والله يا نقنو والله، ومليكي عليا حلفان يا حبيبة قلبي، انا عمري عمري ما هزعل منك طول ما انا شايفك بنضارتي يا نقنو. لا نضارتك دي لينا فيها كلام تاني بس مش وقته. ايه عايزة ايه من نضارته حضرتك؟ عايزة تلبسي نضارته؟ لعلمك لو لبست النضارة عينيكي هتسرب. خده خدوا كلوا واشربوا عشان تتقوتوا، انتوا تعبانين قوي من الشغل. الله، شندوشات ايه دي يا نقنق دي؟ فراخ بالحلاوه اللي انت بتحبها. الله، فراخ بالحلاوه؟ الله ياخدك، فراخ بالحلاوه، الله يقرفك. وانت من امتى الكرم والحنيه دي؟ ده انت لما كنت بتديني البنه كانت بتلزق في اسناني. ناقص بقى حضرتك تعملي له سمك بالمربى. سمك بالمربى؟ لا مش ممكن. هطبخولك بكره، نظفت السمك من الزفاره وحشيته مربى وجاهز على الطبيخ. بس انا للاسف كده معزوم على الغدا بكره يعني مع البت دي مروه دي اللي انا مش طايقها. مروه مين ومش طايقها ايه؟ بقولك هطبخلك وسمك بالمربى، تقولي مروه لازم تيجي تزفر بقك بالسمك.
يا سلام على طول لسانك زفر وعايزه تزفري لسان الواد طول الوقت، ما بناخدش منك حاجه عدله ابدا. ما حدش وجه لك كلام بتحشو، ما حدش وجه لك كلام. رموزه افتكرت، حابه اتصل بيك على الموبايل. ماشي، وهتشيك عليا؟ ايوه هشيك عليك. انت شيك من غير حاجه يا نقنق. نقنق؟ ايه ده، دي كلمه شعريه قوي، انا هقعد طول الليل احلم بكلمه نقنق ديت، جديده جديده قوي في السوق. على اساس ان انا ايه بقى في البازار ده يعني؟ تمثال الاله الكوبري. ما تسلك ايدك يا بت من الاسك يا بت. حد فكني، حد فكني يا طول. يلا يلا اتكل على الله. ابو بينات بقى هشيك عليك بقى ان شاء الله في ال. يلا اتكل على الله. بره 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 يا بت. يا ابني افهم بقى، انا هعمل منك موديل مشهور كبير تكسر الدنيا دي كلها بظرف اسبوع واحد بس، هو مده الحمله الدعائيه ده، انت هتبقى اشهر واهم من احمد عز. مين احمد عز ده؟ وبعدين بقول لحضرتك ايه، احترمي نفسك. يعني ايه موديل؟ موديل انا روح، انا بني ادم. مش عارفه اخش للكائن الفضائي ده ازاي. بيخبط على الباب وانا افتح لك يا ستي، لكن بقى تقولي لي موديل وقرون والحاجات دي، انا ما استحملكيش. يا ابني افهم، ارجوك ارجوك، انا عندي منتج اعلاني ما ينفعش حد غيرك يبقى الموديل بتاعه. اسوق عربيات يعني وكده؟ لا يا ست، بص انا بعمل حوادث بالعربيات، اذا كانت عربيات يعني في الملاهي ام كهربا دي ماشي، بس تبقى الكهرباء مقطوعه. يا ربي يا ربي، انا عملت شرور كتير في حياتي، ولكن العقاب ده اكبر واهم من اي خطا انا ارتكبته. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، الله الله الله، وكمان بترول يا حبيبي بتخني في فتره ما قبل الخطوبه يا اخي. طب استنى للجواز كنت اعديها لك. معلش احنا اسفين جدا يا استاذه مروه، يعني ان حضرتك شايفه المناظر دي، انا اسف جدا. بقول لك ايه، رمزي ده ابن عمي وبيحبني انا ومتكلم عليا انا، وبيننا قصه حب مستمر. اوعى يا اخي، مستمره بقالها سنين. يا بجد يا نقنق، بجد والله. يا وانا فاكر تهزيئك ليا طول السنين اللي فاتت دي اهانه، طلع حب واستكانه. حضرتك اتعرفتي على اتنين من اسبل عائلتي، يعني عيلتي الصغيره دول اسبل اتنين فيها صراحه. يعني بنت انتي، بقول لك ايه، رمز ده تنسيه خالص وتشيليه من دماغك، وتدلتي نمره تليفونه من على تليفونك، وتشيلي عينيك الحلوه اللي اتدب فيها 18 ار بي جي دي من عليه. ما تحترمي نفسك يا ست انتي، عينين ايه ولوز ايه؟ انتوا فاهمين الموضوع غلط يا جماعه. حضرتك انا الوحيد اللي فاهم الموضوع صح. واضح طبعا ان حضرتك يعني بتميلي ليا، وبعدين عايزاني اغير من الحيوان ده صح؟ لا لا لا، انتوا مجانين رسمي يا جماعه. انا مروه الطبقي، مخرجة الإعلانات المشهورة في مصر، ورمزي ده هو بس عشان أستعمله وأستخدمه عشان يبقى الموديل بتاع المنتج بتاعي اللي ما حدش عايز يعمله. منتج؟ منتج إيه؟ منتج إيه اللي ما حدش عايز يعمله لك ده؟ اسمعي يا ستي، أنا ماسكة حملة دعائية اسمها نمي ذكائك ورتب أوراقك، وده كورس صيني محتاجين بني آدم غبي عشان يعمل الموديل بتاع الإعلان. للأسف لفيت الدنيا دي كلها ما لقيتش أغبى من البني آدم ده. بقى هي كده الحكاية؟ وانا اللي كنت فاكراكي معجبه بيه. معجبه بيه ايه؟ ما انا قلت لك من الاول معجبه بيه انا يا ماما. بي اي وسي اي، ده مفيش واحده حتى لو كسرت بص على البني ادم ده، دي الشماعه، حتى الشماعه تقرف ان انت تعلق هدومك ولا حمالاتك دول عليها. اوعي يا نقنق، ايه الغلط ده بقى؟ ليه الغلط حضرتك؟ انا كلمتك عشان تقعدي تغلطي تغلطي تغلطي. الحمالات عملت لك ايه؟ يا سلام، عماله تهزق فيك من الصبح يالا وانت ساكت، الحمالات هي اللي وقفت في زورك يالا. اهدى يا عادل، سيب لنا الطلعه دي. اهدى يا اخويا يا حبيبي يا شقيقي، يا بارد يا رمة، يا حمار يا كلب، يا معفن يا زفت، يا ليل أدب، يا عديم التربية. انت الله يخرب بيتك، في واحدة عندها ذرة عقل تبص الواحد زيك، وانا اللي كنت هضيع عمري كله بسبب غيرة الستات. ايه نقنق بالراحة، نقنق بالراحة بالراحة، يخرب بيتك. خلاص 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 يا سناء، خلاص سيبيه. الحمد لله احنا اسفين جدا للمناظر اللي انت شايفاها دي، يعني اسفين جدا صراحه. لا ولا اسفين ولا حاجه، انا حاسبها كده تقطع في روميو بتاعها وعوضي على الله في النحتايه دي. بقول لحضرتك ايه بعد اذنك، يعني اعوضك على الله في النحتايه، ليه؟ النحتايه تفضل شغاله، بدل ما كنت تعملوا اعلان عن اللي ما يستعملش البرنامج يبقى غبي زي رمزي، اعملوا الاعلان على ان اللي يستعمل البرنامج يبقى ذكي زي عادل سعيد. عادل سعيد اسم له تاريخ عجيب. يا سلام، انا هعتزل الاعلانات، انا هتجوز واقعد في البيت. عاجبك كده؟ عاجبك كده؟ طب في الشهر
شايف بس بس خلاص يا سناء خلاص يا سناء خلاص يا سناء خلاص يا جسمة خلاص يا جسمة مندوب. اهلا وسهلا، اسم حضرتك فانيلي؟ ده اسم العيله فاميلي. اكيد طبعا، الوالد بقى كان بيشتغل في الملابس الداخليه اول ما اخترع الكرسون. ما اكيد طبعا عشان البرد في الشتاء يعني، والحاجه ام الاختراع. انا بقول حياتك يعني نبطل كلام في الامور الداخليه ونتكلم في المهم. عندك حق حضرتك، انا كان عندي شويه اسئله يا ريت يعني تجاوبني عليهم. أنا بصفة المسؤول الأول عن شركة يما القمر على الباب، فمفوض إني أجاوب عن جميع الأسئلة اللي يقولوها الجماهير. حضرتك يعني السؤال الأولاني عبارة عن الأبراج اللي أنتوا حضرتك يعني هتعملوها إن شاء الله في القمر دي، هتبقى بإذن الله بعد قد إيه تسليم مفتاح مثلاً؟ انت تقصد حضرتك ايه بالظبط؟ اقصد ايه يعني حضرتك الزبائن اللي احنا هنقنعهم يعني هنقول لهم هيستلموا شقاهم على المفتاح امتى يعني؟ في هذا القرن ان شاء الله. في القرن ده في القرن ده الساعه كام بالظبط؟ جرى ايه يا عادل؟ الساعه ايه محدد انت قوي؟ اساله يوم ايه يوم ايه حضرتك؟ احنا هنبدا نعمل اعمال المحاره ان شاء الله قريب. قريب يعني حضرتك الناس اللي هيستلموا محارة وحلوق وهم يشطبوا؟ بالظبط كده. طب انا كان عندي سؤال حضرتك، هل هيبقى في خط قمر ارض بحيث ان احنا يعني نبقى قاعدين على القمر واهلينا يبقوا قاعدين على الارض، فنبقى محتاجين كل خميس وجمعه كده ننزل على الارض وبكده كل السبت بقى الصبح نرجع تاني على القمر، يعني هيبقى في ترانسبورتيشن؟ احنا هنعمل شبكه مواصلات صاروخيه من الارض للقمر هتشتغل 77 ساعه ضوئيه. هل في مواصلات على القمر نفسه يعني مثلا ميكروباص القمر، سي تي اي القمر، مترو الانفاق، توك توك القمر؟ بس يا ريت لو هيبقى في توك توك القمر بلاش العيال الصغيره هم اللي يسوقوا التوك توك حضرتك، يعني لسبب بسيط جدا، لسه عيل صغير كان سايق توك توك خبط الكلب البلدي بتاع الواد فتله والواد متدمر على هو المحور بتاع المنيب ده حضرتك. وبعدين لو مدام هنطلع توك توك على القمر نرخص من بدري بقى. لا هنرخص ان شاء الله. بص ادي الخريطة موجودة اهي، بص بقى سيدي، وهيبقى ليكم في الخريطة دي خريطة تمام. بص ليكم حتتين ارض مجانا وهنبنيهم لكم على حسابنا، بس انتوا شطروا وسوقوا الارض للجماهير. ناخد العناصيه دي. ناخد العناصيه دي حلو. لا بس بلاش العناصيه. معقوله خلصتم مهمتكم بالسرعه دي؟ ده انتوا ايه، ده انتوا حاجه مش معقوله ابدا، ده انتوا حاجه عظيمه. ما هو ده شعارنا حضرتك، سرعه في الاداء دقه في التنفيذ. حضرتك الفلوس اهي كلها موجوده، وهتلاقي حضرتك فيهم شويه ارباع وانصاص كده اهو، دول من شويه شباب يعني غلبانين عايزين يطلعوا القمر يكونوا نفسهم يعني. ده انتوا كده هتشجعوني ان انا اديكوا كوكب عطارد. عطارد حضرتك دي مسؤولية ضخمة قوي علينا. استنى تقالي ما تدلقيش. حضرتك يعني بجانب عطارد ينفع ناخد زحل وبلوتو؟ انا بحب بلوتو قوي صراحة يعني، وبعدين انا من زمان كنت بحلم ان انا اعمل مشروع سوبر ماركت كبير جدا يعني في السماء كلها بقى. انا هديك توكيل خردوات في المجرة. مجرد طب حضرتك يعني معلش هو الطلب يعني مهم شويه، الشباب اللي دفعوا الفلوس دي كلها يعني عايزين يعني يعينوا الارض اللي هيسكنوا عليها. انا هعمل لكم رحله صاروخيه. هم مظلومين يا باشا، احنا مظلومين يا باشا. سيادتك حضرتك يا صباح الخيال بقى، حضرتك عايز تعبي القمر في ازايز؟ لا طبعا يا فندم، دي حاجه ما تصدقش يعني حضرتك، انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده، حضرتك هي دي صاحبه الفكره. يا عادل بتبيعني يا عادل؟ مراتك يا عادل مراتك. ابيعك طبعا ما دام ما عرفناش نبيع القمر اي حاجه، تجيب لنا اي حاجه في اي حته. طب وانتوا ازاي تسمعوا كلامه؟ يا باشا هنعمل ايه؟ مفيش حقوق في البلد دي سكن فيه. ولا انا مش لسه ماسكك من 5 سنين انت والبنت دي في الحديقه الدوليه؟ ربنا يكرمك يا باشا ان شاء الله، بس من 5 سنين دي عدت، خلينا في النهارده حضرتك يا باشا. سعادتك انا وهي يعني برغم ان انا مش شريكها بس احنا اتنصب علينا يا باشا، اللي نصب علينا واحد اسمه فانيلا، شوفوه بقى متعلق على انه حبل واقبضوا عليه. جاري البحث عنه، ادينا بندور، وحليني بقى. حاسب عليا كده شويه، حاسب بس. هو ده يا باشا، هو ده يا باشا حضرتك فانيلا اهو. فانيلا ايه؟ والله وقعت في ايدي يا حمدي يا بنطلون. يخرب بيتك ومزور اسمك وماشي بالفانيلا وسايب البنطلون. هو انا كل شويه يا باشا نصبايه تحصل في البلد،
تمسكون انا. معلش يا سيدي استحمل، اصل في ندره اليمين دول في النصابين، وبعدين بقى احمد ربنا ان احنا بنجيب لك شغل. الشنطه دي اللي فيها الفلوس دي كنت ناوي هج بيها على بنها، الامين عكشني على اول الطريق الزراعه. تخيل حضرتك يا باشا مهرب فلوس لبنها. كنت ناوي اعيش في الحلال، اجيب نحلتين واعمل منحل عسل. اتفضل حضرتك، نحلتين يعمل بيهم منحل عسل؟ يعني ده انت لو جبت النحلتين قعدوا يلفوا طول اليوم عشان يعملوا عسل لمده سنه مش هيعملوا لك معلقه عسل. بدل ما تجيب معلقه عسل حضرتك جايب كم فلوس تعمل بيه ايه؟ بص النصب، بص النصب. معلش يا عادل، ما يمكن الراجل عايز يبدا من الصفر يا حبيبي. شفت شفت حضرتك شريكته في الجريمه. ثانكيو. جود افترنون، جود افترنون. يا دولا ايه يا عم السرحانه اللي انت فيها دي من الصبح يا دولا؟ لا مفيش مفيش مفيش. على رمزي برضو يا دولا، في ايه يا عم؟ مفيش. لا قول لي، يلا رمزي، هو الواحد ممكن يبقى نايم في مكان يعني ويصحى يلاقي نفسه في مكان تاني؟ يا طبعا يا دولا، اكيد مثلا بتتقلب كتير ولا حاجه اليومين دول. اتقلب كتير ابقى نايم في اوضه اصحى الاقي نفسي في اوضه تانيه يا اخي؟ اوضه تانيه؟ لا يا دولا مش معقوله دي. يعني ممكن تلاقي حد مثلا بيهزر معاك وشالك وانت نايم. شالني وانا نايم من غير ما احس بيها يا زكي؟ صح يا دولا صح، معاك دي حق يعني. طب دولا ممكن تكون انت مثلا بتمشي وانت نايم؟ بمشي وانا نايم. على فكره دولا في واحد في البلد عندنا كان كده هون برضو بالظبط، لحد في يوم كده هون لقوه بيصيف في اسكندريه. بمشي وانا نايم؟ يعني تفتكر يا رمزي حكايه ان الواحد يمشي وهو نايم دي حقيقيه يعني؟ يا دولا يا حبيبي دي حقيقه مؤكده علميا. حقيقه مؤكده؟ انت ايه يعني بتقرا من ورايا بتتعلم من ورايا ولا ايه؟ لا يا دولا ان شاء الله تفحوا. لا يا عم دي بس شويه معلومات عاميه كده اهو. اكيد معلومات عاميه ما دام جات لك وما راحتش لاي حد تاني المعلومات دي فهي معلومات عاميه طبعا. يا دولا امال ايه يعني؟ ولا عايزني افضل جاهل زيك كده وان طول حياتي ما اعرفش حاجه خالص؟ جاهل زي اطلع بره هنا. انا اسمع بره، اطلع بره هنا. حبيبي ازيك يا دول؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ ايه في ايه؟ اقرا ده يا رمزي. في يا دول في اقرا بس. اعلانات مبوبه. مبوبتي مبوبتي بس. الحوادث يلا الحوادث. ما مبوبه دي الحوادث يلا الحوادث. ماشي. انفجار ماسوره في وسط القاهره تحط يلا ماسوره ايه يلا الخبر اللي تحتيه يلا اللي تحتيه. ماشي يا دول. مقتل راقصه في حي الهرم. ايه دولا انت زعلان يعني على الرقاصه؟ ليه يا دولا؟ انت كنت على علاقه بيها ولا حاجه؟ يا ده علاقتي يلا هتوديني في داهيه. مش على علاقه ولا حاجه يلا. فاكر لما جيت زورتك وبعدين مسكت الكرباج وقعدت اضربك وانت في البازار؟ فاكر يلا؟ ما تفكرنيش بقى دولا. لا انت صحيح يا رمزي كان احساسك ايه وانا ماسك الكرباج وعمال بقطع فيك؟ انا دولا يعني حسيت ساعتها كده ان انا كده يعني اسد واقف في البازار كده وانت عمال بقى تروضه. بيروضوا الاسود في البازارات دلوقتي يلا؟ ده في السيرك يلا. وبعدين بيروضوا حيوانات كتير غير الاسود. طيب يا دولا احنا ما علينا دلوقتي يا عم. ايه علاقه بقى الحادثه دي يا دولا باليوم اللي انت ضربتني فيه يا عم؟ ما انا قصدي يلا خايف اكون انا اللي عملتها يلا. عملت ايه يا دولا؟ معقوله يا دولا تكون وصلت للقتل؟ ولا صوتك مش هيمشي. انا بقول لك يمكن يلا، يمكن هتلبسني مصيبه. حرام عليك يا دولا، حرام عليك. عملت لك ايه الرقاصه كده وانت قتلها في عز شبابها بدله الرقص؟ صوتك يخرب بيتك يلا. بقول لك يمكن، مش انا مش اكيد، بقول لك يمكن. بص يا دولا انت لابسها، لابسها يا عم. انت دولا ما بتبقاش عارف شكلك بتبقى عامل ازاي وانت نايم، بيبقى كلك شر. الله صحيح انا ببقى شكلي فعلا شرير قوي؟ ايوه دولا بيبقى شكلك كده هون يعني قتال قتله. طب اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ بص يا دولا انت تروح تسلم نفسك للبوليس يا عم واخلص بقى واخلص.
ايوه بس انا لو سلمت نفسي للبوليس البوليس مش هيصدق يعني ان انا كنت نايم. يا دولا لا هيصدق دولا، انت تروح تقول لهم ايه انا اللي قتلتها بس كنت نايم وحياة ربنا واحلف، وهم هيصدقوك ويسيبوك. يا سلام يصدقوني بالسهوله دي؟ ايوه يا دولا ده اذا كان يا عم انا مصدقك البوليس مش هيصدقك يا عم، وانا يا عم اروح اشهد معاك يا دولا. انت بالذات ما ينفعش تشهد معايا يا ابني، انت اساسا معاك شهاده معامله اطفال وهم ما بياخدوش بشهاده الاطفال. ما تتكلمش خالص. طب اربي شنبي واعمل ده؟ تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ هتربي شنبي؟ اهلا بسعاده الباشا. منور يا باشا، مش بعد الزياره دي خير يعني. جات لنا اخباريه ان الزباين عندكم مزاجهم عالي وبيشربوا حشيش على الشيشه. حشيش؟ اشاعات مغرضه يا باشا لا مؤاخذه، سعادتك شايف اهو زبايننا كلهم ناس محترمين ومش اي حد يعني. والناس هتتبلى عليك ليه يعني؟ المنافسين بتوعنا يا باشا عاوزين القهوه دي تقفل، لكن زبايننا لا مؤاخذه من احسن الرجال، وعندك اهو مثلا يعني الاستاذ عادل ده راجل محترم وصاحب بازار. ماشي. خير يا باشا؟ مفيش حاجه. لو سمحت يا سعاده الباشا كنت عايز حضرتك يعني، بص حضرتك يعني مش ضروري يعني تقبض عليه في القهوه كده قدام الناس علشان الشوشره يعني. هو بص هو قال لي يعني ان انا هسلم نفسه بهدوء. قبض على مين يالا؟ على دولة. ده دولة حبيبي، ما هو اللي قتلها. بس صدقني يا حضرة الأمين هو والله كان نايم. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ خرب بيتك بتسلمني يا ربزي. يا دولة هسلكك كزر. قتل مين بقى؟ قتل الرقاصة حضرتك. اهي الرقاصة اهي وبيدوروا على المجرم، والمجرم اهو. قبضوا عليه حضرتك. انا ما عملش حاجه والله حضرتك يعني. ماشي يا رمزي بتعمل كده فيا يا رمزي؟ ماشي يا دولا. ده انا الواجب بيحتم عليا ان انا ابلغ عنك. يحتم؟ وانت جبت يحتم دي منين؟ يا دي يخرب بيتك يا لما انا ما يتقبض عليها تبقى انت في الشوارع يا لو انت عندك شغل غير في البازار يا لا. لا يا دولا بص انا هجيب لك اكبر باش محامي في البلد كلها يا دولا، ما تقلقش. حضرتك الظابط. طب بص انا هقول لحضرتك حاجه، انا ما كنتش لوحدي بقى في الجريمه دي. امال مين اللي كان معاك؟ كان معايا رمزي وهو كان بيقفل عليا وانا عمال بضرب الرقاصه. حضرتك ايه ده؟ دول دول كده وانت ضايع مستقبلي. مستقبلك وانت ليك مستقبل يا صايع. تعالى معايا في الحاجز على الاقل هتلاقي لقمه. طب حضرتك انا رجعت في كلامي، هو ما عملش حاجه قدامي. يلا هو ما عملش حاجه، ده كان نايم. كان ليه؟ دولا هم دول الكفار يا دولا؟ ولا ما تستهبلش يالا عشان دول ممكن يقطعونا هنا. دول خيرة شباب مصر، دول اللي هيجيبوا لمصر كاس العالم ان شاء الله. ايه ده يا راجل؟ يا راجل طب والنبي يا دولا صورني جنبهم يا دولا. حبايبي يا مساء اللطافة والزرافة والخفافة. ايه ده يا طاقين؟ انتوا هتهزروا معانا ولا ايه؟ يا حضرتك احنا ما بنهزرش. وبعدين انت بتتكلم معانا على اساس ايه؟ روح يبعت لنا حد كبير. يلا احنا جايين ان هو في مدرسه كي جي 1. كي جي؟ طيب انا هبعت لك اصغر واحد في الفصل. الله عليك يا دولا، ايه الاجرام ده؟ انت مجرم جرمانه يا دولا. امال ايه يالا؟ امال ايه لازم تاخدها من اولها كده يالا؟ انت عارف انا ديتها ايه؟ انا املوهم بس شويه واقوم اقطعهم واحد. كنت فين من زمان يا دولا؟ مالكش دعوه. نعم مالكش دعوة. نعم. ايه ده حضرتك؟ هو ازاي يقومك ده اتجنن الواد ده في دماغه ولا ايه؟ لا حضرتك روح ارتاح تاني وبعت لنا الصغير اللي بعتك. اتفضل حضرتك اتفضل. انتوا جايين تهزروا هنا يا قطط؟ لا بقول لك ايه، انت كده غلطت غلطه عمرك. نزل ايدك، انت ما بتعرفش انت بتتكلم مع مين يا ابني. بتكلم مع مين يعني؟ سكسي بوند؟ لا حضرتك يعني ده انت اللي بتهزر. اهو سكسي بوند ايه يعني؟ بص حضرتك انا قتلة يعني، بس يعني تخصص رقصات، لكن ان شاء الله ناوي اوسع نشاطي واخش بقى على الاحجام التانية والشربات وكله يعني. رقصات؟ امال فين الصاغات؟ رمزي ده شكله ده يالا اللي بيطلع في المصباح بتاع علاء الدين يالا. يا راجل اللي هو بنطلب منه؟ طب انا نفسي ابقى غني. قول نفسي ابقى ذكي. قول له يالا قول له. وجايين تستعبطوا هنا ولا ايه؟ نستعبط ليه حضرتك يعني؟ بص بقى انت عمال من الصبح تمخمط فينا واحنا ساكتين لك. انت مين؟ انا حسون المختاري. قاتل حد دلوقتي 1000. اهلا وسهلا يا استاذ شهريار. اهلا وسهلا حضرتك. شكلك كان مرابط. في ايه حضرتك؟ في ايه؟ نزلني لو سمحت. عادل سعيد. ايوه انا فوق. زياره فيزي. زياره؟ يا ترى مين اللي جايلي دلوقتي؟ عادل. يا عادل يا حبيبي انت فين؟ انا هنا اهو يا رانيا. يا عادل يا بيبي.
ايوه لو سمحت يا استاذ باسم ممكن تنزلني اكلم المدام؟ احنا في خدمه الموزس. اشتري انا اشتري اشتري بعد وحشتني. انت وحشتني قوي يا رانيا. عامل ايه يا حبيبي؟ انا كويس قوي الحمد لله، بس اوعي تصدقي عني اي حاجه، انا بريئه رانيا، انا بريئه. لا بيبي لا مش مصدقه يا حبيبي، انت حياتي يا روحي، انا مصدقك انت بس. وانا كمان يا رانيا، انا بريء. ايه 12 بريء؟ ده هي قضيه واحده هتقعد فيها نص ساعه. بيبي بقول هم صحيح الكلام اللي بيقولوه ان انت عندك علاقه غير شريفه بالست دي يا عادل؟ ها يا رانيا، هيبقى ضرب جوه وبره، وبعدين خرجي ايدك بسرعه عشان ممكن ياكلوها. علاقتي غير شريفة؟ انت على طول بتصدقي الاشاعات يا رانيا. رانيا انا ما اعرفش حد غيرك، وما حبيتش في عمري حد غيرك يا رانيا. تيتي والله وانا مصدقك يا حبيبي، وانا كمان عينيك يا عادل، عينيك حاسه ان هم عمصين كده مش عارف. حزين عشان الظروف اللي انا فيها يا رانيا، معلش بس انت اهم حاجه عرفتي كل حاجه. يا دولا يا دولا واحنا في وقت حب دلوقتي يا دولا، ما تخليها بقى تقول لها تجيب لنا مهندس يطلعنا من النوم. يا مهندس يطلعنا؟ اسكت يا عم، سيبنا في اللحظه الرومانسيه اللي احنا فيها دي، ارجوك. ايوه صح والله. ايه الزياره انتهت؟ معلش يا حضرتك سول، ممكن بس تسيبنا خمسه كمان؟ فينش حضرتك بس خمس دقايق، ما جراش حاجه. زقين. معلش يا رانيا، شكله حافظ مش فاهم. ما جبتيش معاكي اي اكل عيش حلاوه بتاع؟ لا والله يا عادل، ده انا كنت فاكر يعني ان انت هتبقى خايف هنا وبتاع، فما لحقتش اجيب. بس اقول لك ايه، انا ممكن اعمل لك ديليفري. ايه بس؟ هيبرد على ما يفتشوه يدخلوه لنا هنا. لا يا دولا والنبي، بص خليها تجيب لنا البتاع ده، عشان انا كان نفسي من زمان او ادوق. هو ايه اللي نفسك تدوق؟ اللي هو الدليفري ده دولا. انت عارف ايه هو ده؟ ولا مش ناقصه غباوتك خالص. رانيا اتكلي انت على الله، بس بقولك ايه، لازم تشوف لنا على راي رمزي اللي هو المهندس اللي هيجي يخرب بيتك، المحامي اللي هيجي يطلعنا ده ضروري يا رانيا. طبعا يا عادل طبعا، انت بتهرج، بس انت مش سايبني فلوس. فلوس خدي من ماما او سناء لغايه اما اخرج. ماما وسناء، يبقى انت لابد بقى في الزنزانه العمر كله يا حبيبي. يا رانيا اتصرفي لو سمحتي، يا رانيا اتصرفي بعد اذنك. مع السلامه رانيا. مع السلامه رانيا. مع السلامه. مع السلامه رانيا. مع السلامه. اوعى تكون بتسرق يا دول. عيب ياض من الواد ده، ايه ده اتحرق البيت ده على طول. يا خساره. عادل ورمزي. ايوه حضره الضابط عايزكم، خدتوا براءه. براءه دولا كفيني. دولا جبت لك شريط ام كلثوم اللي انت عايزه يا عم. جبت الاطلال؟ الاطلال ايوه، هي دي الأطلال طبعاً. تشوفت يلا الأغنية دي، وأم كلثوم بتقول كيف كان الحب أمسى خبراً وحديثاً من أحاديث الجوى. شفت الكلام؟ الله يا دولة الله. ألا يعني إيه الكلام ده يا دولة؟ إيه الكلام؟ أنت مش فاهم الكلام بتاع الأغنية؟ لا. يخرب بيه. بص يلا، كيف كان الحب أمسى خبر، يعني كيف كان الحب، عارف أنت الحب اللي هم اتنين بيحبوا بعض. امسى خبرا، امسى اللي هو ايه، اتمسوا بالخير عشان ايه اتاخرتوا الدنيا ليلة. وخبرا هجيب خبرك لو اتاخرت تاني، انت فاهم؟ يا دوله الله على الكلام. مين اللي كاتب الكلام ده يا دوله؟ ده الاطلال يا ابني، قصيده جامده للشاعر الكبير الاستاذ رياض السنباطي. طب دوله يعني ايه الاطلال؟ يعني ايه بس؟ هي دي بس اللي انا مش فاهمها. يعني الاطلال لما بيكون ايه، مثلا واحد واقف في الطل كده وعمال بيطل على واحد تاني واقف في الطل بيطل على، يعني هم دول الاطلال بقى. انا بقى كنت فاكر حاجه غير كده خالص يا دوله. شوف الزبونه دي. حاضر. اهلا وسهلا حضرتك، اي خدمه؟ عايزه تمثال ولا ورق وردي؟ انا عايزه اشوف توت عنخ امون. ايدك على 200 جنيه. انا عايزه اتفرج بس، انا ما بشتريش. لا واحنا هنا حضرتك في المتحف، احنا هنا بنبيع بس حضرتك. كم من تافه تعثرت به ليلا. دي الاطلال صح؟ امسيت ثم اصبحت دونه صبحا. اذا الكلاب عوت لا تستغربي ولا تسألني نفسك هل هذا صوتا لبلبلي. كم من صدفة كشاعرة تلقيني أمام شاعري. يا أهلا وسهلا، شاعرة عندي في البازار، اتفضلي يا فندم. يا أهلا وسهلا رمزي، نريد 2 حاجة ساعة. حاضر يا دول. أنا الشاعرة حفيفة حب،
رئيسة رابطة الشعر الميتم. يا سلام، رابطة الشعر الميتم طبعا معروفة، اللي أنشاها الأستاذ سعد اليتيم الله يرحمه. أيوة، وعضو ناشط في جمعية القصيدة العمياء. أيوة طبعا، القصيدة العمياء اللي أنشاها الأستاذ سيد لعور الله يرحمه في قصر ثقافة الأنفوشي الله يرحمه. إيه ثراء المعلومات ده؟ أنا للأسف كنت فاكراك زي بقية العامة والدهماء اللي ما يفهموش قيمة الشعر. ايه ده انا ما فهمش قيمة الشعر؟ لا بقى، ده حضرتك انا حافظ كل القصائد بتاعت الشعر. عندك مثلا الاطلال اللي هي اتمسوا بالخير عشان الدنيا ليلت وهنتأخر، وبدل ما اجيب خبرك صح ولا لا؟ اين حاجة ساعة روح هات حاجة ساعة عجل. حاضر ادولة. حاضر. للأسف يا مدام شريفة الكلمة اصبحت رخيصة. انا اسمي عفيفة حب. أنا أنسة. أنا راهبة الشعر الميتم، وسوف أعيش في محرابه حتى سكنات الموت. عارفة سكنات الموت اللي هي قبل سكنات المعاد اللي هي بعد حدائق الموت؟ أيوة. بس مين يقدر؟ حضرتك أنا أقدر طبعا، لأن أنا شاعر بالصليقة مع حضرتك الشاعر عادل سعيد. عادل سعيد. عادل سعيد سعيد، انت عارف اسمك بيجمع بين ايه؟ بين العدل والسعادة. يا له من رمز. لا حضرتك ده بقى يبقى اسمي انا رمز ابن عم عادل سعيد. انت ايه اللي خلاك تتكلم؟ ولا رمز إيه؟ روح هات الاتنين حاجة ساعة عجل. حاضر يا دول. حاضر. وماذا عن مؤلفاتك؟ حضرتك انا عامل 12 ديوان في البيت يعني، وحوالي 35 قصيده فرط كده هو يعني، غير ما يستجد من افكار بتجيلي وانا قاعد. انت محتاج اطلاله جديده، اشراقه يوميه. من الممكن ان نتقابل ونقرا اشعار بعضنا البعض ونتعرف على بعض اكتر. حضرتك ممكن اخد منك رقم موبايلك؟ انا اكره الحياه المدنيه، موبايل، كمبيوتر، خلاط، الاله هرست الانسان، هرسته. يولع يولع، يستاهل يتهرس طبعا. حضرتك يعني طيب بقى كيفيه الوصول ليكي هعمل ايه يعني؟ من الممكن ان تجدني في خلوتي الشعريه من الساعة 5 لـ 6 في المطعم اللي جنبك. طيب هل أستطيع أن أشاطرك بعض اللحظات في المطعم؟ بس كل واحد على حسابه. حضرتك أنا ممكن أعزمك. من فضلك يا أستاذ عادل ما تحاولش تفرض سلطتك الذكورية عبر استخدام المال. خلاص يا فندم، كل واحد يحاسب لنفسه، ما تزعليش. وعلى لقاء. على لقاء. دولا دولا إيه؟ انت خدت من البت دي 200 جنيه ولا لا؟ ياد مش مهم. يالا يا رمزي. لا مش مهم، يا روح اجيبها لك من شعرها كده. وانا ايه العنف اللي طلع لك فجأة ده؟ ما انت طول عمرك مسالم واهبل والناس بيضحكوا عليك. مش مهم يالا، وبعدين القسوة دي ما ينفعش تبقى مع شاعرة رقيقة. دولا انا خايف اصل تكون حبيتها دولا.